إن الشركة الصينية لتنقيب البترول سي إم بي سي قد أطلقت أعمالها رسمياً في تشاد منذ العام 2007، ومنذ تلك الفترة فإن الشركة قد حققت العديد من الإنجازات في مجال الإنتاج، حيث بدأت في استقلال النفط بحقول رونية وتوسعت شيئا فشيئا إلى أن شملت حقول بروبيس ميموزا وحقل بوباء النفطي، حيث تم استغلال حوالي 200 بئر وتم ربطها بشبكة مركز التجميع والتكرار الأولي المعروف بمركز سي بي اف. كل هذه الأعمال تم تنفيذها بفضل الآلات الخاصة بالتجميع والمعالجة، والتي تم تزويدها بماكينات حديثة أولية وثانوية تعرف باسم FPF وOGM، كما تم إنشاء خطوط أنابيب النفط لحوالي 300 كيلومتر بهدف السماح لنقل أكثر من 26 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى مصفات الجرماية، كما يتم نقل حوالي 60 ألف برميل من حقول بوبا إلى المجمع البترولي بكومي، وتقدر مسافته بحوالي 1200 كيلومتر. هذا المركز خاص بمعالجة النفط الخام، لأن النفط الخام يحتوي على العديد من السوائل كالماء والمحروقات وكذا الغاز. في هذا المركز نحن نقوم بتفريق وتوزيع المواد، ومن ثم يتم نقل النفط الخام إلى مجمع البترول بكومي أو إلى مصفات الجرماية. هذا ومواصلة لأنشطتها الرامية إلى تنقيب واستقلال النفط، فإن أعمال شركة سي إم بي سي ماضية على قدم وساق في تنفيذ مشروعها البترولي الجديد بحقل دانييلا الذي ما زال قيد التشييد، حيث قامت الشركة بشق الطرق والقنوات وبناء المرافق الخاصة وربطها بشبكات التيار الكهربائي استعداداً لاستغلال النفط من هذا الحقل. المهندسون وفنيي الشركة يعملون في ربط حقل دانييلا مع مركز التجميع والتكرار الأولى بالأنابيب لنقل المواد الخام إلى المركز. كما أن حقل دانييلا يأتي في المرتبة الأولى من حيث المساحة ومزود بأجهزة ومعدات تقنية حديثة، وله مقدرة كبيرة لإنتاج النفط الخام. هنا النظام يفترق قليلاً من الأنظمة السابقة في الحقول الأخرى كحقل رونيه وغيره، فهنا في دانييلا حتى الآبار مزودة بكاميرات مراقبة وأجهزة تحكم عن بعد، ففي حالة خلل أو إيقاف أحد الآبار من الضخ وإن لم تتطلب الحالة إلى الحضور الشخصي فعلينا إصلاحه من مركز المراقبة فحسب، كما علينا تشخيص الخلل وإرسال فريق لإصلاحه على الفور. كما في حقل رونيه فإن الشركة ونظراً لاهتمامها بالمورد البشري وحياتهم اليومية، فقد تم بناء مباني سكنية حديثة ومطعم وملحقات أخرى مزودة بجميع اللوازم جاهزة لاستقبال العمال، وأن هناك مطار خاص بالطائرات الصغيرة التي تقل العمال القادمين من مدينة أنجمينا، وكذا التنقل بين حقل رونيه ودانييلا. كما قطعت الأعمال شوطا كبيرا وتحولت المنطقة إلى قرية كبيرة. من أهم أولويات الشركة الصينية هي مسألة الحفاظ على البيئة، فبجانب الإجراءات الخاصة بالحفاظ وحماية البيئة فإن شركة سي إم بي سي قد أنشأت وحدة خاصة بمعالجة الطين الملوث بفضلات النفط، بنيت في مساحة تقدر بحوالي 3200 متر مربع، وأن هذه الوحدة بدأت مزاولة عملها منذ عدة شهور ولها مقدرة لمعالجة 10 طن من الفضلات يومياً.
كل هذه المنطقة وضعت تحت مراقبة وزارة البيئة عبر اللجنة الفنية الوطنية لمتابعة وتقييم الأنظمة البيئية والاجتماعية للحقول البترولية بتشاد، وأن هذه اللجنة تتابع معنا بجدية منذ انطلاق أعمال المشروع وكل الدراسات والإجراءات الخاصة بالحفاظ على البيئة، وكذا الوثائق التي منحتنا إياها الحكومة التشادية عبر الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة البترول. كل هذه الجهود تنصب في صالح الحفاظ على المحيط البيئي وتقليل نسبة المخاطر ذات الصلة بالتلوث البيئي. إن التقييم البيئي سمح لنا بالتحكم على جميع المبادرات الخاصة بالحفاظ على البيئة داخل المنطقة منذ مراحل البحث والإنتاج والنقل عبر خط أنابيب النفط، ولدينا أيضا نظام POP الخاص بحماية الآبار، واستطعنا التحكم على جميع وحدات الإنتاج ومعالجة الفضلات مباشرة عبر نظام مغلق، هذا فيما يتعلق بآبار النفط. كما نقوم أيضا بغرس شتلات في المناطق التي تم استغلالها لإعادة حيويتها وتكون صالحة للاستعمال من جديد، وهناك أيضا العديد من الخطط والبرامج الخاصة بالحفاظ على البيئة ومراقبة التلوث كالغبار، ولدينا أيضا أجهزة تعقيم تعمل على محيط حوالي 3248 متر مربع، وهناك أيضا أجهزة تعقيم محمولة تسمح بتعقيم المعدات الملوثة. كما نقوم أيضا بمراقبة ومتابعة أحوال الطقس ونوعية التربة والمياه السطحية والجوفية من أجل خلق بيئة صافية وملائمة. كما أن للشركة عدة مشاريع اجتماعية، منها المشروع الخاص بتحقيق الرفاهية للسكان القاطنين بالقرى والأرياف القريبة من حقول النفط، حيث وضعت الشركة برنامج خاص بتعويض سكان تلك المناطق. بين بقر قاني سوي تجارة فوق وسوينا بيت غير اكل كله سوينا. لو شغل خير لك من صور كير من هرات هنا من اكل هنا كله كير. فمنذ انطلاق اعمال شركه CMPC بهذه المنطقه، فان سكان القرى والارياف قد استفادوا من العديد من الخدمات، لا سيما المياه الصالحه للشرب إلى جانب الطرق والمدارس وغير ذلك من المساعدات التي ساهمت في تنمية وتقدم القرى والأرياف. قديما لم توجد حتى مدرسة في قريتنا ولا مركز صحي، أما الآن فنحن وضعنا برنامج خاص لجمع النقود لدفع رواتب المعلمين المتطوعين بالمدرسة التي بنته شركة CMPC. بعد عقد من الزمن ونظرا للإنجازات الكبيرة التي حققتها شركة CMPC، فيمكننا القول أن هذه الحصيلة تبشر بالخير وهي نتيجة إيجابية. وبحسب المدير العام لشركة CMPC، فإن هذه الإنجازات تترجم النية المخلصة للشركة وأهدافها الرامية إلى المشاركة في دفع عجلة التنمية بتشاد. CMPC started the petroleum business in Chad since 2003. Since 2007, CMPC became the operator. So from 2007 till 2011, each year, CMPC have a good discovery for the oil and the gas. Also in 2011, CMPC built the first one field production facility and one refinery. The capacity is 20,000 barrels per day. So from this phase one, after phase one, CMPC continue exploration and production. Then we finish this construction of phase 2.1. Then production reached 40,000 barrels per day in 2014. Yeah, as I mentioned before, in the beginning, based on the current oil discovery in the concession area, and also our planning in the PSA area, and also other this reserve and also potential, we can reach maybe 100,
40,000 barrels per day. That's our future plan. So for the total investment for the incoming 10 years, maybe more than $7 billion in the future for the incoming 10 years. So for this, what is the project? It's a very good project. Also, I thank the government and all the Chadian people support. Also for our company, since last year, speed up the localization. We will recruit more and more local people. This year, we already recruit 100 local people. In the future, we'll have more. You know, best wish, you know, even CNPC first coming here in our area, no oil. At the time, also, we didn't expect so we can get so many discovery, also, which is the production is even more than ISO. But our best wish is, we can, I hope we can get more and more oil. We can build a large production facility. Also, we can provide more opportunities for local people of make the Chad stronger. Thank you very much. Okay, thank you. إن هذه الإنجازات تترجم الشراكة الفاعلة بين تشاد والصين، وعليه فإن الحكومة التشادية وعلى لسان وزير البترول والطاقة تشيد بجهود الشركة الصينية ومشاركتها في تنمية البلاد واستقلاليتها في مجال الطاقة. بفضل التعاون القائم بين جمهورية تشاد والصين الشعبية وجهود الزعيمين رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والرئيس الصيني سي جين بينغ، سمح لتشاد الحصول على مصفاة للبترول، وذلك لأول مرة منذ استغلالها في عام 1960. وإن هذه الإنجازات تستحق الإشادة والتقدير، كما أن شركة CNPC تأتي في المرتبة الأولى من حيث إنتاج النفط الخام وتقدر بحوالي 2 مليون برميل في الشهر، وإن هذه الحصيلة هي حصيلة إيجابية. يمكننا القول أن هذه السنوات العشرة سمحت للبلاد تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، منها تشغيل الشباب وتقليدهم مناصب مسؤولية بالشركة، إلى جانب تقدم المدن والقرى الواقعة بمناطق استغلال النفط، فضلاً عن النمو الاقتصادي، وكذا السماح للبلاد الدخول في دائرة الدول المنتجة والمصدرة للمنتوجات البترولية وتزويد الدول المجاورة.